بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الثانية قسم تقنيات المختبرات الطبية، موضوعنا اليوم نناقش به تصنيف العائلة المعوية، ونترك السيدوموناس اللي هي ليس ضمن العائلة المعوية إلى جزء الآخر من المحاضرة. deal with حتى أبين لك صفات هذه البكتيريا اللي أقصد بها العائلة المعوية، اللي تتميز حقيقة أنها بكتيريا انتهازية ومخمرة للفركتوز للجليكوز، وكذلك شكلها بازيلاي يعني رود عصوية، وتتميز أنها من خلينا نقول عليه من سكان الأمعاء، يعني البيئة المثالية لها هي الأمعاء، لذلك أطلق عليها بالإنتيرو بكتر أو الإنتيرو بكتر ييسي. قسم من عتها هذه الأفراد هذه العائلة لا يخمر الجليكوز، ولكن يتصف بصفات تختلف أفراد حقيقة الأجناس بعضها عن بعض الآخر، وهذا راح يتم مناقشته بهذه المحاضرة. إذا deal with opportunistic and pathogenic ferment gram negative bacilli that are member of the bacterial family Enterobacteriaceae as well as non-fermenter gram negative bacilli such as Pseudomonas and أسينوتوباكتر. إذن إحنا نركز اليوم عملنا ومحاضرتنا على العائلة المعوية وليس على أفراد أو جنس السيدومونس مثل ما حكيت بالمحاضرة أو بداية المحاضرة. لو نأتي بالتصنيف إلى هذه العائلة اللي هي فاميلي الانتيروبكتيريسي، واللي مثل ما قلت ضمننا معظم أفراد هذه العائلة اللي يعتبر الأمعاء موطنها الأصلي خلينا نقول عليها، أو مقيمة في هذا الإيكو سيستم أو النظام البيئي، يعني تختلف تماما أفراد هذه العائلة بعضها عن البعض الآخر بالبايوكيميكال تيست أو ما يسمى ب فحوصات البايوكيميائية التي سوف يرد ذكرها وتحدثت عنها. أنا راح أنوه عن بعض الفحوصات اللي جرينا للتفريق ما بين أفراد هذه الفاميلي. إذن are the most commonly encountered organism isolated from، هذه مهمة جدا، منين نعزلها دائما؟ الكلينيكال سبيسمن. كلينيكال سبيسمن انتيروبكتيريسي حقيقة متنوعة، is large diversity family، وهذا طبعا ينطيني الفاميلي الأوردر أطلق عليه بالإنتيرو بكتيريال. الجلاس جاما بروتو بكتر، أما الفايلوم أطلق عليه بالبروتو بكتر. إذن هذا التصنيف للعائلة ورتبها وكذلك الفايلوم لها. من الناحية يعني هذه البكتيريا مهمة جدا، نحاول نذكركم بها من الناحية الكلينيكال أو السريرية أو الطبية. ليش؟ لأنه هذه العائلة مثل ما قلت لك هي انتريك بازيلاي. انتريك بازيلاي أي بمعنى لها علاقة في كثير من أمراض الأمعاء، في كثير من أمراض الأمعاء. The medically important member of the family are commonly referred، دائما نشوف هنا يشير المن فيرمنتر، كلمة فيرمنتر ملاصقة لهذا النوع من البكتيريا. جرام نيجاتيف ملاصقة لهذا النوع من البكتيريا. الانتريك بازيلاي أيضا. إذن من أقول بازيلاي انتريك بكتيريا فيرمنتر، إذن
أنت لازم تقول هذه العائلة هي انتيروبكترياسي، لأنه وتتميز أيضا بأنها مثل قلنا بازيلاي رود العديد مثل ما قلت من النورمال فلورا الموجودة بالأمعاء أو الجهاز المعوي، يعني هذا النوع من البكتيريا ممكن عزله من هذا المكان. إذن because they are gram negative root that can fermenter sugar many are normal flora. نعم إلها دور أكون normal flora ضمن هذه العائلة وتلعب دور مفيد في تثبيت بعض الفيتامينات والدفاع عن الجسم ضد أي بكتيريا غريبة. بس قلت آني التميز بهذه العائلة هو الأبروتشونستيك، أي بمعنى أنها انتهازية، متى ما ضعفت الدفاعات هذه البكتيريا تعمل عدو وليس صديق. نعم many are normal flora of intestinal tract of human and animal while other in fact the intestinal tract. اوكي من هذه الصفات إذن أقدر ألخصها، يمكن استطعنا نلخصها أنها جرام نيجاتيف مثل ما شوفت بالسلايد، يمكن اشتغلت لكم إياها بالعملي وعرضت هذا النوع من البكتيريا دي جرام نيجاتيف لونها يكون وردي عند النظر لها بالسلايد تحت قوة 100 متحركة تزموتايل. هاي البكتيريا بعض أنواعها متحركة لوجود الأهداب المحيطية بها، لوجود الأهداب المحيطة بالخلية، فأطلق عليها أنها تمتلك أهداب. هنا بريتراكيوس arrangement of flagella، إذن تمتلك أهداب محيطة بها. الصفة الأخرى أنها facultative anaerobic أي اختيارية التنفس، هنا الأكسجين تحتاجه في حالات ممكن تستغنى عنه في حالات أخرى. عندنا أيضا مع بعض الاستثناءات with a few exception تعتبر negative للأكسيديز، تعتبر negative للأكسيديز، وهذه أنا قلتها مهمة جدا جدا جدا. All species fermenter sugar glucose، مع أنه هناك أكو اختلافات ما بين أفراد هذه العائلة. What other wise very widely in their biochemical characterized، يعني أكو أفراد عائلة مثلا أنطيها شوغر غير الجليكوز، خلينا نقول عليه اللاكتوز، وهذا تفرقه ما بين الشريشه كولاي وافراد العائله الاخرى الانتيروبكتيريسي. الشريشه كولاي معروفه عنها تخمر اللاكتوز، لاكتوز فرمنتر على سبيل المثال، وتخمر الجليكوز اذا هذا. لكن افراد اخرى من هذه العائله غير الشريشه كولاي ما تمتلك هذا الصفه. أوكي، معظمها معظم الانتيروبكتيريسي تختزل النايتريت إلى نايترايت هذه أيضا صفة مهمة جدا لهذا النوع من البكتيريا. أرجع أيضا أنطي مواصفات لهذا النوع من البكتيريا اللي هي تتميز مثل ما قلت بالسيل وول اللي يحتوي على اللايبوبولي سكرايد، واللي يعتبر عامل من عوامل الضراوة لهذا النوع من البكتيريا. فعندنا تحت هذا المسمى 44 جينرا. يعني شنو 44 جينرا؟ يعني عندنا 44 جينس و 130 نوع تابع أو يقع تحت هذه العائلة، له دور مهم جداً وسريري ويسبب لنا أمراض معوية الحقيقة. وهذه الأنواع ملخصة هنا عندي اللي هي السالمونيلا سايتروبكتر، هذه كلها أفراد عائلة الانتيروبكتيريسي.
أفراد عائلته اللي هي سالمونيلا ما تلاحظ، سايتروباكتر، مورغوليلا، شيغيلا، انتيروباكتر، يرسينيا، بروتيا، سراشيا، إدوارد شريشيا، كليبسيلا، والبروفيدنس، العفو البروفيدنسك. إذن سيفيرال جنرال انتيروبكتيريس مرتبطة بمن؟ بأمراض الجهاز الهضمي، مرتبطة بأمراض الجهاز الهضمي وخصوصا الأمعاء، وخصوصا الأمعاء. إذن سيفيرال جنرال، several genera of enterobacteriaceae are associated with gastroenteritis and foodborne disease. أي بمعنى هذا النوع من البكتيريا يسبب لنا أمراض للأمعاء نتيجة شنو؟ وأمراض لمع نتيجة تلوث الغذاء، تلوث الغذاء أي الغذاء الحاوي على هذا النوع من البكتيريا، أي الغذاء الملوث بالبكتيريا البرازية، يعني حتما يسبب لنا مشاكل صحية سوف أتناولها بالتفصيل. من هذه البكتيريا هي سالمونيلا، أيضا من عائلة المعوية، متى ما لوثت الغذاء راح تسبب لنا مشاكل للأمعاء، شيغيلا وبعض عزلات أو سوري بعض عتر سيرتين سترين، سترين يعني ليست عزلة وإنما نطلق عليها العترة، أي معرفة تعريف كامل، سيرتين سترين أوف شريشة كولاي، وأيضا سيرتين سبيشيز أوف يرسينيا. هنا أنا ملاحظة مهمة جدا علينا أن نعرف أن كيف تنتقل البكتيريا من موضعها اللي هو بالأمعاء وتنتقل إلى الإنسان للغذاء وتسبب له الإنفكشن أو الإصابة. الحقيقة الوسيلة المهمة جدا هي أن تنتقل عن طريق الفم، أي بمعنى الغذاء الملوث بهذه البكتيريا، أي بمعنى الستول أو البراز الملوث للأغذية سواء كانت طازجة أو خضروات أو لحوم غيرها، يعني تسبب لنا مشاكل صحية. إذن all intestinal tract infection نلاحظ وياي تنتقل are transmitted by men by the fecal oral route، إذن عن طريق الفم للغذاء الملوث بالبكتيريا البرازية اللي حكيت عنها. راح أحكي لك شوية عن سالمونيلا، أنواع السالمونيلا بس بشيء من التلخيص، وكذلك على الأمراض التي تسببها. عندنا السالمونيلا نوعين، عندنا تايفوي وعندنا الانتركا. الانتركا والسالمونيلا تايفي طبعا لهم كل واحد منا أعراض وآلية الانفكشن أو آلية الإصابة. إذن there are two species Salmonella enterica and Salmonella bungari. هذول الاثنين لهم علاقة بأمراض الإسهال التي تصيب حقيقة كثير من الناس، وهي أكو دراسة موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن an infection causes by salmonella يطلق عليه دائما أي إصابة بالسالمونيلا نطلق عليه هذا المرض اللي هو تسميته جاية من الإصابة بالسالمونيلا أي سالمونيلسيس. هذا ليس تايفويد، ليس تايفويد وإنما نون تايفويد سالمونيلا أكر، يعني السالمونيلسيس ليس تايفويد وإنما غير التايفويد. نون تايفويد سالمونيلا أكاونت فور استيميتد حوالي 520 حالة بناخذها من إحصائية 100,000 من السكان يصابون بهذا النوع من البكتيريا.
وهاي دراسة أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب من هاي النسبة 500 واحد تقريبا على الأقل يتعرضون للوفاة نتيجة بهذا النوع من البكتيريا. لذلك since many different animal carry salmonella intestinal tract، ممكن أنه كثير من الحيوانات تستوطن بها هذا النوع من البكتيريا اللي قلت عليها الانتريكا والبونغرا. هنا الشيء اللي أريد أركز عليه many different animal قلنا carry salmonella in their intestinal tract، they will usually become infected from ناني لاحظ وياي from شنو ingestion embryo refrigerator or uncooked or uncooked poultry egg meat dairy product vegetable or fruit contaminated with animal feces. يعني الغذاء الملوث سواء كان مطهي طهيا غير كامل او المخزون في الثلاجات او اللحم او البيض الملوث بهذا النوع من البكتيريا حقيقة يسبب لنا إصابات نطلق عليها بالسالمونيلا. عندنا المرض الآخر، المرض الآخر الذي أتحدث عنه هنا هو الإنترايتس. الإنترايتس هو طبعا شائع ويقع ضمن السالمونيلاسيس، يقع ضمن سالمونيلاسيس، أي بمعنى هنا أنطيك الأعراض مالته. طبعا تظهر الأعراض الانترايسيد أو ما يسمى بالتهاب الأمعاء من 6 إلى 48 ساعة بعد تناول الغذاء، بعد تناول افتر ingestion of the bacteria and including هنا vomiting، يعني بعد ما الإنسان يتناول الطعام راح تظهر أعراض البكتيريا اللي تشمل لي الفومتينج، هنا المقصود بها التقيؤ، وكذلك الغثيان نوزع وإسهال غير دموي نون بلدي داريا، وإضافة إلى الحمى فيفر، وعندي هنا تشج نجات حقيقة بالمعدة، تشنجات في المعدة، أبدونومينال هنا كرامز، وكذلك تشنجات عضلية أيضا، تشنجات عضلية اللي أطلق عليها بالمايلجس، وكذلك الهدك وجع أو آلام في الرأس. مثل ما قلت هذه الأعراض يعني تبقى يوم إلى أسبوع وبعدين أسبوع وبعدين يتعافى الإنسان المعرض لها، وخصوصا إذا ما أخذ مضاد حيوي. كل أنواع السالمونيلا حقيقة تسبب، كل أنواع السالمونيلا ممكن تسبب هذا الانتريك مثل أو الترايتيك أو الترايتس التهاب الأمعاء، باستثناء الحقيقة سالمونيلا انتريك سيروتايب تايفي، هذه ما تسبب الأعراض اللي تحدثت عنها اللي سببها النوعين اللي حكيت عنهم اللي هم يعني الانتريك والبور نونك. نانا طبعا هذول الجنسين هم اللي يسببون الانترايتس. راح نحكي على سالمونيلا وسيروتايب اللي هو الى علاقه بالتايفويد، الى علاقه بالتايفويد، إذن أي نمط بكتيري إلى علاقة بالتايفويد هو سالمونيلا انتركسيروتايب تايفا
اللي هو طبعا يعزل من الإنسان ويعتبر الإنسان هو مكمن لهذا النوع من البكتيريا، مكمن، وينتشر هذا النوع الحقيقة frequently dissemination، هنا ينتشر عن طريق من؟ ينتشر عن طريق الدم، ويسبب حقيقة مشاكل كثيرة، منها اللي هو السالمونيلوسيس اللي هو التيفويد. إذا عندنا نوعين من السالمونيلوسيس، واحد اللي هو انترايتس أو ما يسمى التهاب الأمعاء، والثاني يطلق عليه بالتايفي. إذا التايفي غير السيروتايب اللي هو تحدثت عنه بالمقدمة، وهذا أريدك تخلي تأكيد عليه هذا الموضوع. عندك نوعين، نمطين، نمط يسبب التهاب الأمعاء ونمط يسبب تايفة أو ما يسمى بحمى التايفويد. وهذه طبعا هناك دراسات كثيرة، حوالي 400 حالة كانت مدروسة في الولايات المتحدة الأمريكية، 75 من أتها حقيقة يحصل هذا النوع، يحصل هذا النوع من الأمراض أي التايفويد نتيجة تناول الطعام أثناء السفر أو ما يسمى ب traveling internationally، يعني هذا يكتسب هذا النوع من المرض نتيجة تناول الطعام أثناء السفر بالمطاعم، ممكن تنتقل هذا النوع من البكتيريا وتسبب التيفويد. سالمونيلا سيروتايب اللي أقصد بها المسببة للتيفويد حقيقة ممكن تصنيفها بالمختبر، وهي طبعا subtyping method identification based on distinct as well cell wall. أولا تتميز عن طريق cell wall أو الجدار الخاص بها، تتميز بالفلاجيلا، تتميز بالكبسول أنتيجين، كل هذه مع أنتي سيرم يعني معروف لها، هذه كلها تساعدني حقيقة بعملية التشخيص. إذن السالمونيلا سيروتايب المسبب للتيفويد عندي باثوي أو مسار للتشخيص خاص بها يعتمد على الأشياء اللي ذكرتها، اللي هو السيل وول لها يفترض أن أدرسه، الفلاجيلا، الكبسول أنتيجين مع الأنتي سيرم، وهذا أتناوله في موضوع تشخيص مختبريا بكتيريا السالمونيلا. نعم، لاحظ وياي هنا المقارنة اللي حكيت عنها، يعني قلت السالمونيلا سيروتايب، السالمونيلا سيروتايب انترا تايدس هذه تسبب التهاب الأمعاء، تسبب التهاب الأمعاء. التايفو ميوريام هذا سبب لنا شنو؟ التايفويد. إذا عندي تو سيروتايب تابع إلى يا عائلة، عائلة انتيروبكتيريسي اللي هي عائلة المعوية. لاحظ هذا النوعين، النوعين في الولايات المتحدة الأمريكية دراسات يعني تثبت يعني تقريبا 35-40% من الإصابة مؤكدة من هذا النوع من البكتيريا. يعني 35-40% من يسوون دراسة راح يشوفون نتيجة العزل والبحث عن هذه البكتيريا أن السيروتايب هو المسؤول، يا سيروتايب منهم التايفي عن هم التايفويد. إذن الدراسات اللي شملت سالمونيلا سيروتايب انترايتس والتايفو ميريام هنا ميوريام، هذا الدراسات اثبتت ان تقريبا 35-40% من السبيسمن او من الكلتشرينج ان السيروتايب تايفي هو مسبب التايفويد، ريسبونسبل فور تايفو فيبر. اوكي، انا هسه تقريبا انتهيت من السالمونيلا، راح شويه بشيء مختصر عن الشيجيلا
اللي يسبب لنا حقيقة الإسهال أو ما يسمى بالديزنتري أو الزحار. الشيغيلا انفكشن يطلق عليها بالشيغيلوسيس، يطلق عليها بالشيغيلوسيس. سالمونيلا سالمونيلسيس هذه شيغيلوسيس، هي لا تشبه السالمونيلا، اللايك سالمونيلا. ليش؟ لأنه الحقيقة تصيب مختلف يعني حيوانات مختلفة، تصيب لنا مختلف أو حيوانات مختلفة، which infect many different animals. يعني سالمونيلا ما عنده هذا التخصص، بس عندي الشيغيلا لا. الشيغيلا ممكن تصيب، الشيغيلا ممكن تصيب فقط الإنسان، الإنسان والقرود، الإنسان والقرود اللي هي يطلق عليها بالهاير أو رتبة القرود هاير بيرمينز، هاير بيرمينز. إذن السالمونيلا تصيب الدواجن، ممكن تنتقل من الدواجن للإنسان عن طريق البيض، بس الشيغيلا لا، الشيغيلا ما تصيب كل الحيوانات، فقط تصيب يعني اللي قلت عليه هي صنف القرود والإنسان فقط. إذن الشيغيلوسيس يعني حتى أميزه عن الالتهاب اللي سببه السالمونيلا للأمعاء والتايفويد، يتميز بإسهال مائي هو تريدايريا فيفر حمى، وأيضا تقلصات معوية أبدومينال كرامز، ولكن هنا يتحول هذا الدايريا إلى ديزنتري with scan stool containing، يحتوي على الدم، يحتوي هذا الستول أو الغائط على دم، وكذلك على جراحة بز، ويحتوي على ميوكس، ويحتوي على ميوكس. نعم، فترة حضانة هذا الميكروب من 1 إلى 3 أيام، من 1 إلى 3 أيام. بالبداية الحقيقة يبدو عليه الإسهال، يبدو الإسهال، وهذا بعدين يستمر من يوم إلى يومين نتيجة الانتيروتوكسين، نتيجة الانتيروتوكسين، ويتطور مثل ما قلت إلى آلام بالمعدة اللي هي تتميز بالتقلصات مع ستول دموي أو بدون دم، بدون دم. لاحظ وياي هنا، إذن initial profuse watery diarrhea typically appear first as the result of enterotoxin. شو وقت يظهر هذا؟ ضمن من يوم 1 إلى 2، بعدين راح يتطور إلى مثل ما قلت آلام وتقلصات معوية مع وجود الدم في الغائط أو في البراز. أريد هنا أنا ملاحظة أخرى أريد أبين لك إياها، هي اللي هي كلاسيك شيغيلوسيس، يعني خلينا نقول عليه اللي هو يتميز، يعني من يظهر البيشن عنده تقلصات في المعدة وآلام، هنا وجود البلاط طبعا هنا، وكذلك البيوكس يعني يظهر بالغائط، يدل لي هذا انه اصابه بالشيغيلا. إذن اميز الشيغيلا بوجود البلاط او البيوكس او الميوكس بال الستول، بس يرافقهم شنو؟ يرافقهم مثل ما قلت آلام في أو تقلصات معوية. لاحظ الكلاسيك شيغيلوسيس presents itself as lower abdominal cramp or stool with blood and was developing شيغيلا invade
mucus of the colon أو القولون. نعم واضح الأمرين. إذن أخذنا هسحنا ثلاثة أنواع من البكتيريا، بكتيريا سالمونيلا بنمطين، نمط التايفويد ونمط الانترا ونمط والشيجيلا أخذناها اللي سبب لنا الديزنتري. عندنا الإشريشة كولاي، الإشريشة كولاي حقيقة أكثر من نمط، تقريبا حوالي خمسة أنماط. أرجوك أنه تتابع معي كيف تسبب مشاكل هذا النوع من البكتيريا اللي هي قلت أيضا انتهازية للجهاز المعوي. الإشريشة كولاي، الإشريشة كولاي is one dominant normal flora in intestinal tract. أوكي. إذن هي بكتيريا normal flora. وين موجودة؟ عند الحيوان والإنسان. In human and animal. Some strain، بعض العتر حقيقة تسوي لنا إصابات. Can cause infection in intestine، بينما أخرى غير أخرى قادرة على أنه تسبب مشاكل خارج الجهاز الهضمي أو خارج الأمعاء، خارج الأمعاء. وهذا راح نتحدث عنه. يعني من أقول الشريشة كولاي، الشريشة كولاي سبب لنا سحايا، أو الشريشة كولاي تدخل عن طريق الجروح وتصل إلى مكانات إلى الكلية. يعني أمر لا تستغرب من عندي. إذن أدي نمطين، نمط يسبب لي إسهال ونمط رغم أنها هي نورمال فلورا ولكن ممكن أن تعمل وتسبب الانفكشن اللي بالنوع اللي تحدثت عنها. نعم إذن الشيشة كولاي is one of dominant normal. dominant يعني هي سائدة، بكتيريا اللي هي سائدة خلينا نقول عليها أو نقول عليها البكتيريا طبيعية في الأمعاء، يعني هي السائدة. يعني من أقول سالمونيلا، لا سالمونيلا ما هي سائدة، وإنما الإشريشة كولاي هي الدومينيت، هي السائدة، هي الطاغية. أوف وين؟ بالهيومن، أمعاء الإنسان وأمعاء الحيوانات. بعض العزل هنا أنا لا بعض ما قلت كلها، بعض العزل however can cause infection of intestine، بينما أخرى قادرة capable of causing infection outside the intestines. okay extra هنا لاحظ وياي extra خارج الأمعاء extra intestine extra-intestine pathogenic إشريشة كولاي. شو السبب لنا؟ سبب لنا أمراض انتهازية، سبب لنا أمراض انتهازية. من هذه الأمراض اللي قلت عليها opportunistic infection هو UTI أو التهابات الجهاز البولي، urinary tract infection. السبب لي wound infection التهابات الجروح، والسبب لي حقيقة تسمم أو تعفن الدم سبيتيسيميا. وكذلك ممكن أن نأخذ هذا الموضوع بالتفصيل في المحاضرة القادمة أو إذا صار لي وقت أتحدث عنها في هذه المحاضرة. أوكي. أنواع هنا أنا قبل لا أنتقل إلى أنواع عندي مصطلح أريدك تركز معاي في هذا النوع. الانترنشنال اور هنا لاحظ وياي هذا المصطلح انتستينال اور دايروجينيك إشريشة كولاي. دايروجينيك إشريشة كولاي causes infection of intestinal tract. هذا ما عليه غبار. اللي أريد أقول لك عليه داريا جينيك إشريشة كولاي، داريا جينيك إشريشة كولاي تضم لي أكثر من نمط، تضم لي أكثر من نمط. الأنماط اللي راح أتحدث عنها أول نمط هو الانتيروتكسين إشريشة كولاي.
مختصرها HTTEC. هذا شو تسوي؟ هذه produce enterotoxin that causes the loses sodium ion and water from small intestine resulting in watery diarrhea. إذن هذا النوع من البكتيريا ينتج الانتيروتوكسين ويسبب لفقدان ايون الصوديوم والماء، أي بمعنى الجفاف، وين؟ في الأمعاء الدقيقة، نتيجة شنو؟ نتيجة الإسهال المائي، نتيجة الإسهال المائي. It is important cause diarrhea. هنا وين يحصل هذا الحقيقة؟ في معظم الأقطار الفقيرة أو البلدان الفقيرة اللي تسميتها impoverished country. Over half، تقريبا نصف هذا الإصابات بهذا النوع من الإشيشة كلها يحصل أثناء ما يسمى بالإسهال أثناء السفر. الإسهال أثناء السفر، الإسهال أثناء السفر هنا أطلق عليه overhaul of all travel diarrhea to due ATC. تقريبا حوالي يحصل أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية 80,000 حالة بالسنة، 80,000 حالة بالسنة سبب هذا النوع اللي هي ATEC اللي قلت لك تسبب فقدان أيون الصوديوم وتسبب لي الجفاف أيضا. نعم. آخذ النوع الثاني، النوع الثاني اللي هو انتيرو باثوجينيك شريشة كولاي، انتيرو باثوجينيك شريشة كولاي، وهذا يسبب لي ما يسمى بالإسهال المستوطن أو المتوطن، إديميك دايريا، وهذا طبعا يصير يعني معظم أقطار الفقيرة أو البلدان الفقيرة، خصوصا الأطفال اللي أعمارهم يعني من 6 أشهر تقريبا يحصل عندهم هذا النوع من الإصابة. البكتيريا شو تسوي هنا؟ لاحظ وياي ميكانيكيتها. البكتيريا طبعا ديسترب هنا عندي للنورمال مايكروفوليا، وين الموجودة؟ موجودة بالإبيثيسيل اللي هي أصلا الخلايا الطلائية المبطنة للأمعاء، راح تسبب لها هنا طبعا كبح. هذا النوع من البكتيريا طبعا يدمر، خلينا نقول أو يسوي لي دمج لهذا النوع من الخلايا، وبالتالي ممكن أن يحصل الألسر، ممكن أن يحصل الألسر والآلام يعني في البداية أسهل، ممكن تتطور الحالة نتيجة إيش؟ نتيجة هذا النوع، إصابة هذا النوع من البكتيريا، نتيجة هذا النوع من البكتيريا. هاي البكتيريا الحقيقة ما تنتج انتيروتوكسين، يعني هاي البكتيريا انتيرو أطلقت عليها توكسين، بينما هذا انتيروباث هذه فقط مجرد أن تسوي دمج أو خلينا نقول عليها تحطيم للخلايا الطلائية، تحطيم للخلايا الطلائية. نعم. أو وما سبب أيضا ما يسمى الجلوسيس أو ما يسمى سوري الشلوسيس، يعني اللي هي الشقلة تسبب لنا إياه، وأيضا ما هذه البكتيريا ليست بالنوع الغازي، ليست بالنوع اللي هو يغزو كل الأمعاء. أيضا هذه 3 دينوت، تأكد ليها شوية، لا تنتج توكسين ولا شيغا توكسين، يعني ليس لديها كما يحصل بالشقلة، وكذلك ليست من البكتيريا التي تغزو. طبعا هذه
البكتيريا قل ما نشوفها بالبلدان الصناعية. It is rare in industrialized country. إذن هذا النوع أيضا صار عندنا وضوح به. عندنا موضوع آخر لي أو نمط آخر، النمط الثالث اللي هو انتيرو جريك انتو إشريشيا كولاي، مختصرة EAEC. هذا يسبب لنا أيضا الأدمك دايريا، وهذا بالأطفال وخصوصا أيضا بالبلدان الفقيرة وكذلك البلدان الصناعية. هذا النوع، هذا النوع حقيقة من خلينا نقول عليه مسؤول عن الإصابات الناس اللي هم يتميزون بجهازهم المناعي ضعيف، وعندهم قدرة أن يستقبلون هذا النوع من البكتيريا. إذن هذا هاي الإصابة ما تحصل عند كل واحد، وإنما تتميز responsible for resident diarrhea in people، هذا اللي هم يتميزون بال HIV أو نقص المناعة، ومحتمل طبعا سبب لنا أيضا مشاكل صحية نتيجة شنو؟ نتيجة تأثيرها على الميوكاسل إبيثايل سيل اللي هو الخلايا أو المبطنة، الخلايا المبطنة للأمعاء الدقيقة. نعم، عندنا نوع آخر أو نمط آخر واللي هو انتيرو، لاحظ وياي، هذا اللي يتميز قلت عليه الفازيفايز أو اللي يتميز بالغزو أو الانتشار في الأمعاء الدقيقة، فأسميه بالانتيرو فازيفاي شريشة كولاي أو EIEC. طبعا هذا من كلمة من 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 الاسم مالته، هو انفيد يعني ينتشر أو يغزو الأمعاء بسرعة نتيجة الريبرودكشن أو نتيجة الانقسام السريع، ويقتل الخلايا الضلعية أو الظاهرية الإبيثايل سيل أو الخلايا الموجودة بالقولون، وهذا طبعا يسبب لي الإسهال المائي ووتر دايريا، وفي بعض الأحيان حقيقة يتحول إلى الدزنتري والزهار، دزنتري تايب سيندروم أو ما يسمى بمتلازمة الدزنتري أو متلازمة السهال الدموي with blood in a stool. ودراسات تقول، معظم الدراسات تقول هذا يعني موجود أيضا بالدول الفقيرة، وقل ما يحصل في هذا النوع من الانفكشن في الدول الصناعية. آخر نمط عندي هو الانتيرو، لاحظوا وياي هذه الكلمة منين جاية، أريدك تفهمها من خلال المصطلح. هذا النمط من البكتيريا الإشريشة كولاي جاي من خلال التحلل اللي يحصل لكريات الدم الحمراء. انتيرو هاي البكتيريا قادرة على اللايسز للكريات الدم البيضاء نتيجة إفراز التوكسين. انتيرو هيمورجيك إشريشة كولاي، إذن هاي البكتيريا تنتج توكسين من نوع شيجا له القدرة على تحلل الإبيثايل سيل الموجود بالقولون، فأطلق عليها أطلق عليه حقيقة بالالتهاب المعوي النزفي. الالتهاب المعوي النزفي أي بمعنى الانفكشن اللي يسبب الإشريشة كولاي EHEEC هو هيموراجي كولايتس، هيموراجيك كولايتس. إذا هذا يتميز بأن الإسهال يكون دموي بلادي دايريا، وفي كثير حقيقة أو سوري في كثير
من الحالات يعني قلما يحصل بها التوكسين أن يصل إلى البلد، ولكن ممكن أن يصل إلى الكدني، ممكن أن يصل إلى الكلية. الأطفال ممكن أن يصابون، الدمج يحصل أو تحطيم الخلايا الأوعية الدموية، وكذلك ما يسمى يسبب لي ما يسمى بالهيمولايتيك يوريميك سيندروم أو الصدمة الدموية، وهذا بالأمعاء، وهذه طبعا معروفة لهذا النوع من البكتيريا. من خلال دراسات وجدوا يعني تقريبا 20,000 إصابة تؤدي إلى 250% منها إلى الموت. نعم، أبدي أناقش لك يعني حقائق عن هذا النوع. إذن تحدثنا عن أنماط السالمونيلا نمطين، الشيجيلا والإشريشة، كلها الأنماط اللي حكيت عنها وكيف تسمية هذا الأنماط على موقع الإصابة أو التحلل اللي سببه. And several species of Yersinia such as Yersinia enterocolitis and Yersinia pseudo tuberculosis are also أيضا ممكن أن سبب لي الإسهال. هذا النوع اليرسينيا عندي نمطين أو سوري نوعين، هذا النوعين اللي هما انتيروكلايتيكيا وسيدو تيوبركلوسيس، هذول أيضا يسوي لي الإسهال، يسبب لي الإسهال. ماني هذا أيضا اليرسينيا تعتبر من الانتيروبكترياسي. ماني أذر جينيرا فاميلي انتيروبكتيرس نورمال فلورا، نعرف نعم نورمال فلورا of microbiota of the intestinal tract and are considered. هنا رجعنا إلى تقريبا لنفس ال properties أو نفس الصفات اللي تحدثت عنها بالمحاضرة مقدمة المحاضرة. البروتشنستيك باثوجين، نعم هي أبروتشنستيك باثوجين، متى ما كانت الدفاعات البيشن ضعيفة هي تبدي عملية الانفكشن. إذن the most common genera enterobacteriaceae causes هي سبب لنا أبروتشنستيك انفكشن، اللي هي ملخص الكلام اللي قلت عليه، الإشريشة كلها بروتياس انتيروبكتر كلابسيلا سايتروبكتر سراشي، هذه كلها تعتبر أبروتشنستيك باثوجينيك. تدخل عن طريق الدم، سوري تدخل عن طريق الفم وتبدي يعني المشاكل إلى الجسم، تبدي المشاكل على الجسم. موقعها يعني إذا كانت بس شوية ملاحظ وياي، هي بداخل الجسم نورمال فلورا، جاء داخل الجسم نورمال فلورا، من تطلع خارج الجسم من الاستول وترجع له تعتبر ابنورمال فلورا، تعتبر ابنورمال فلورا لانه راح تسبب لنا انفكشن. الاشريشه كلها موجوده بال او الكليبسيلا او الشوغيلا موجوده بالامعاء نورمال فلورا، بس من تطلع بالاستول وترجع عن طريق الكونتامينيتد بولتري اور فيجيتابل اور ايج اور ميت ان كوك، هنا يعني بمعنى اكو مشكله راح تحصل نتيجه هذا الدخول او هذا الانفكشن. المشاكل اللي يسببها الحقيقه هذا نوع من البكتيريا اللي هو ابروتشنستيك انفكشن هو اليوراين تراك، مشاكل الجهاز البولي، انفكشن للويند والنيموني، وكذلك سبيتسيميا، وهذه كلها هي عباره عن نورمال فلورا قلنا جرام نيجاتيف كوكاي سوري بازيلاي، و يعني ما اريد احكي عن الجرام بوزيتيف بكتيريا من الانتيروكوكاس، هذا لها موضوعها الاخر، بس انا اليوم لانه اركز على الانتيرو باكتر العفو على الانتيرو بكتيرياسي بازيلاي نيجاتيف. نعم هنا انا عندي دراسات، عندي دراسات يعني منو الأشخاص
من الأشخاص اللي هم عرضة أن يصابون بالإنتيروبكتيريسي. حقيقة أكو فاكتر، أكو عوامل، يعني أكو عوامل تهيئة تجعل من هؤلاء الناس هم أن يكون معرضين أو عندهم قدرة على الإصابة، عندهم قدرة على الإصابة. لاحظوا يعني طبقا إلى Central for Disease Control، هذا طبعا مؤسسة تهتم بالسيطرة على الأمراض اللي هي Central أو Center for Disease Control and Prevention CDC. هذه طبعا تقول يعني هذه المنظمة اللي أنا هسه حكيت عنها إن البكتيريا تصيب الناس متى ما كانت الناس عندها قدرة أو البشر عندهم قدرة على استقبالها. إذن 32% تقريبا من الناس اللي يراجعون، لاحظوا ياي، يراجعون المؤسسات الصحية يصابون باليوراين تراك انفكشن. 22% اللي ينصابون بالإشريشة كولاي هم اللي عندهم يعني عمليات سيرجري سايت انفكشن. إذن 32 هذول اللي عندهم التهابات بالجهاز البولي يصابون بالعائلة المعوية اللي هي ابروتشنستيك انفكشن. و 15% 15% للأشخاص اللي عندهم مشاكل حقيقة بالرئة أو الأبر ريسبايتري تراك، يعني اللي هم عندهم نيمونيا يمكن أن يصابون بالعائلة المعوية. و 14% 40% and blood stream infection اللي هم يعني عندهم إصابات في مجرى الدم ممكن أن يتعرضون إلى هذا النوع من البكتيريا. أوكي. Disease and organism. Disease and organism in healthcare setting for from sorry SDS. SDC. يعني المنظمة هذه، المنظمة مثل ما قلت وضحت أي فئة من الناس ينصابون بهذا النوع من البكتيريا، ومن ثم راح ينتشر هذا النوع إلى أنحاء الجسم. قد يكون هذا الكلية قد تصل إليها، أو قد يصل إلى الدماغ إلى آخره، إذن أو يسبب لنا الإسهال حسب نوع المضاعفات اللي يسببها. إذن most patient معظم المرضى who have healthcare associated infection are راح وياي predisposed to infect because ليش؟ هنا معظم المرضى اللي يراجعون أو المسجلين على الرعاية الصحية ينصابون حقيقة بهذا النوع من البكتيريا، والبكتيريا بعدين الحقيقة راح تغزو بقية أعضاء الجسم فيما لو كانوا هم عندهم مشاكل بالجهاز البولي، أي يستعملون القسطرة يوراني كثر، أو عندهم الانترا فازيكولار لاين اللي هي يعني خلينا نقول عليه مشاكل بالأوعية الدموية، أو عندهم الاندروكثرال انكوبيشن. إذن هاي الفئات من خلال الدراسات وجدوها أكثر تعرض للإصابة ب أو التلوث بالعائلة المعوية. من خلال الدراسة الحقيقة شافوا من خلال الدراسة by far the most common gram negative bacterium causes nosocomial infection. مصطلح النوزوكيميال انفكشن البكتيريا المستوطنة في المستشفيات، نوزوكيميال البكتيريا المستوطنة في المستشفيات شافوها هي الإشريشة كولاي، شافوها طبعا هن نوعين، واحدة انتيروبكتيريسي واحدة غير انتيروبكتيريسي سيدوموناس أرجينوزا. دول اثنيناتهم يعتبرون
نوزل كيميا. إذن شافوا من خلال الدراسة نوزوكيميال انفكشن هي الإشريشة كولاي تسبب 70 إلى 90% وشنو السبب لنا؟ السبب لنا يوريني تراك انفكشن يا جزء من عنده الجزء الأسفل من الجهاز البولي اللي هو يعني lower urinary tract UTIS. إذن أرجع من جديد، عندي مصطلح اسمه النوزوكيميا. النوزوكيميا أو بكتيريا المستوطنة في المستشفيات، هذه البكتيريا طبعا تمتاز بمقاومة المضادات الحياة. شافوا الشريشة كولاي تمثل 70 إلى 90% من هذا النوع من البكتيريا أي نوزوكيميال إنفكشن. فهذا النوع يصيب الجزء الأسفل أو الجزء الأسفل من الجهاز البولي ويسبب لنا حقيقة مشاكل كثيرة، منعتها آلام في المعدة وقد تقلصات وإسهال وغيره وغيره من الأشياء اللي أنا حكيت عنها. ويند انفكشن ممكن ان يسبب لنا اصابه بالجروح من هي الشريشه كولاي اللي هي نوزوكيميال، وممكن يسبب لنا تسمم بالدم سبيتيسيميا. هنا هاي الثلاثه انواع من الانفكشن اللي هي يعني قد سبب لنا انسداد مجاري البول وتكون الحصى وغيرها من الأمور اللي أنا متحدث عنها في أكثر من موضوع، هو يسببها النوزوكيميال إنفكشن. إذا النوزوكيميال إنفكشن 70 إلى 90% هي الإشريشة كولاي، سبب لنا مشاكل بالمعدة وكذلك أو البطن، الويند إنفكشن وإضافة إلى تسمم الدم. However, according اكو دراسة بال 2008 ولو هي قديمة تقول يعني الشريشة كلها تقريبا هنا يعني ايضا مسؤولة مثل ما قلت اني مسؤولة عن هذه التي تكون الدومينيت يعني من 7 إلى 10 تقريبا جرام نيجاتيف اورجانيزم تصيب اليوريني تراك وجهاز التنفسي بلس ستريم انفكشن. يعني على العموم الشريشه كلاي نعطيها يعني العامل الاول باصابه الجهاز البولي، نعطيها اصابه الجهاز التنفسي وكذلك عندها قدره ايضا ان تصل الى الدماغ وتسبب لنا السحايه. طبعا هذه الإحصائية مطلوبة منك حتى تعرف أنت يعني إيش قد شكل هذا النوع من البكتيريا بإصابة البيشن، وهذه يعني موضوعها كلش حلو لأنه الدراسة تبين لك الناشنال هيلث كير سيفتي إيش قد مطي لك يعني نسب أي بكتيريا هي تكون دومينيت وأي بكتيريا تكون أقل خطورة في الإصابة. نعم أنا مر علي مصطلح الـ UTI أو أسميه الـ UTI أو Urinary Tract Infection أو التهاب أو جهاز البولي، وطبعا هذا مثل ما قلت لك يعني تسبب البكتيريا الشريشة كولاي، وخصوصا هي من أحد أفراد العائلة المعوية وسميتها بروتشنستيك الانتيروبكتيريسي the most infection caused by بروتشنستيك انتيروبكتيريسي يوريني اتراك انفكشن. وهذه الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية تقول يعني 8 ملايين شخص يعني يراجعون الأطباء اللي فيزيشن أوفيس فيزيت بالسنة بسبب هذا النوع
نعم بكتيريا اللي يسبب لهم مشاكل بالجهاز البولي. طبعا هنا أنا أريد أوضح لك الفئة اللي هي تتعرض أكثر شيء للإصابة هي النساء، وهذا بسبب التركيب الخلقي للفيميل حقيقة، لأنه عندها shorter urethra and the closer قريب جدا إلى إلى الأنس، أي بمعنى closer proximately between the anus، وهذا طبعا يكون اليورثرال اوبن قريب جدا الى الانس، وبالتالي يحصل عمليه الكونتامينيتد او التلوث. نعم، وهذه اكو دراسه ايضا 20% تقريبا من النساء ما يكونون تنعاد عندهم دائما يصابون باليو تي اي او التهاب الجهاز البولي. However، هذه ملاحظة مهمة جدا حكيت عليها في أكثر من مرة، قلت however anyone can become susceptible to urinary infection in person of predisposing supposing factor that cause functional and structural abnormality of the urinary tract. نعم أعيد مرة ثانية هذه الملاحظة وفهمها وياي شوية شوية. أي شخص حتى ينصاب بالإشريشة كولاي وخصوصا باليوريني تراك انفكشن أي سبب له يو تي آي، لازم عنده استعداد للإصابة سبتبتبل تو يوريني انفكشن. هذا منين جاي؟ جاي من عوامل تهيئ سميتها بالبري سبوتينج فاكتور، بري سبوتينج فاكتور او عوامل اللي تهيئه للاصابه، وبالتالي هذه العوامل شو تسبب لي؟ تسبب لي مشاكل تؤدي الى تغيير وظيفه اليوراين تراك، يعني ما راح يكون عمليه اخراج البول بصورة صحيحة، وإنما راح يصير احتباس جزء من هذا البول نتيجة إصابة الإشريشة كلها. أرجع وأقول من هذا الملاحظة however anyone كان أي شخص هنا حتى يكون عنده استعداد الإصابة يفترض يكون هنا عنده قابلية، هذه القابلية مبنية على أساس عوامل الاستعداد. عوامل الاستعداد حقيقة إذا كانت مهيئة لاستقبال هذه البكتيريا راح تكون عندي حقيقة انفكشن، وهذا الانفكشن هو راح يسبب لي يعني تدمير لتركيبة اليوراين تراك ستركتشر ابنورماليتي اوف ذا يوراين تراك. اوكي، هذا شنو هذا الابنورماليتيز يعني هذا التغير في تركيب الجهاز البولي، شنو اللي راح يحصل؟ ذيس ابنورماليتيز انكريز ذا فوليوم، زياده حجم. شنو زياده حجم؟ الريزدوال يورين، هذا مهم جدا. انا هنا عندي هذا الكلام يعني مهم جدا، زياده حجم البول المتبقي، يعني هنا بدل ما يخرج راح تزداد كميته، وراح يتداخل الحقيقة هذا يعني في مشاكل كثيرة قد تؤدي إلى تكوين الستون أو الحصى، وقد يؤدي إلى الحقيقة إلى تدمير أجزاء كثيرة من الخلايا ووظائفها في اليو تي آي. مثل هذه العوامل حقيقة اللي يضم لي يعني واللي يساعد اللي هي قلنا عوامل التهيئ للإصابة، عوامل التهيئ هذه مهمة جدا خليها ببالك، عوامل التهيئ للإصابة
بالانتيروبكتيريس، وخصوصا الإشريشة كلاي، وتسبب لي زيادة الفوليوم المتبقي في من البول أو انحساره في الجهاز البولي وعدم خروجه. هي بالنسبة خصوصا للنساء يعني مثل هذه العوامل، هي والرجال أيضا عندي تضخم البروستات بالنسبة للرجال، وكذلك توسع أو تهدل الرحم أيضا ساجينج يوترس أو توسع الرحم expansion of يوترس خلال عملية الولادة أو سوري خلال عملية الحمل، وكذلك أيضا هناك كثير من العوامل اللي هي لها علاقة سواء السكار تيشو فورميشن والقسطرة وكثير، وأيضا مشاكل في العمود الفقري أو السائل النخاعي، يعني ممكن واحد يتابعها وراح يشوف هذه العوامل لها علاقة بالاستعداد للإصابة هذه النوع من البكتيريا، وبالتالي يسبب لنا مشاكل في الجهاز البولي. نعم، هاي دراسة إحصائية شافوا 35-40% من النوزوكيميال اللي حكيت عنها، يعني البكتيريا المستوطنة بالمستشفيات، تصيب حوالي 900,000 شخص بالسنة بالولايات المتحدة الأمريكية. نعم، نتيجة شنو؟ استخدامهم القسطرة، يعني اللي يستعملون القسطرة شافوهم يعني هم أكثر استعداد للإصابة. نعم، هذا موضوع الستافيلوكوكس سبروفايتك أنا متحدث عنه، إلى علاقة أيضا يسبب لنا UTI، بس تبقى موضوعنا اليوم هو الإشريشة كولاي، لأنه أنا أحكي عن البازيلاي نيجاتيف، أحكي عن البازيلاي نكد. إذن كل هذه عبارة عن دراسات إحصائية تثبت أن معظم المستشفيات تنطينا إحصائيات أن الإشريشة كولاي هي الدومينت في إصابة UTI. ماشي، إذن كيف أبحث مختبريا عن هذه المعلومات باعتباري طالب مختبرات صحية أو طبية؟ فهنا عندي طرق تقليدية يمكن أحسب بها الكلتشر، أي أعداد البكتيريا أحسبها. إذا كانت 100,000 كولوني CFU أو كولوني فورمينج يونت بير مليلتر، هذا يعني لي خصوصا أخذه، دائما قلت أنا أخذه من الملت ستريم، أي أترك البيشن يتبول للمنتصف وآخذ العينة أو السبيسمن، راح أشوف إذا شفت وزرعتها طلع عندي العدد 100,000 CFU كولوني بير مل، هذا يعني الشخص يعني مصاب، يعني مصاب. أو آخذ من شخص عنده قسطرة وأحسب أيضا إذا ظهرت عندي 1,000 كولوني، إذا ظهرت عندي 1,000 كولوني most recently أيضا أكو دراسة شوية بيها تحوير بالكاونت، شافوا 1,000 كولوني of single type bear mill as little أو أقل من 100 كولوني أو 100 coliform bear mill، يعتبر هذا عامل إلى أنه الشخص مصاف بالـ UTI أوكي، أو البكتيريا المسببة إلى هي الإشريشة كلها. إذن UTI ممكن أبحث عنه بحساب عدد البكتيريا
على سلكتيف ميديا، وبالتالي الاعداد هي اللي تعطيني هل هو مصاب او غير مصاب. عندني البكتيريا اللي مسببه العائله المعويه للجروح، وهذا طبعا يحصل تلوث خارجي من هذه البكتيريا نتيجه تلوث البكتيريا ببقايا البراز الاستول، وبالتالي تسبب لي الصدمه المعويه او تروما، ما يسمى تروما تيستينال تراك. اذا ويند انفكشن يو تو كونتامينيتد اكسترنال ويند، يعني تلوث الجروح نتيجه شنو؟ ينتج عنه ما يسمى بالصدمه التروما، الصدمه المعويه. مثل هذا طبعا الحالات تحصل نتيجه جروح العمليات او نتيجه اصابات بالطلق الناري او جرح بالنايف او السكاكين، وبالهذا الاخير ممكن ان البكتيريا فيما لو وصلت لها هذا النوع من البكتيريا يمكن يسبب لنا انفكشن، يسبب لنا الانفكشن واللي يكون على شكل ابسس او جراحه تظهر يعني في المجاري او الممرات اللي تمر بها نوع من البكتيريا. النيمونيا عندنا، وهذه طبعا من البكتيريا اللي يسبب لنا الابر ريسبيرتوري تراك، اي جهاز التنفس العلوي، وتقريبا شكل انتيروبكتيريوسي 5% من البكتيريا اللي يسبب لنا النيمونيا. عندنا البلاد ستريم انفكشن، وهذا سبب لنا مثل ما قلت التهابات او تسمم الدم، جرام نيجاتيف سبيتيسيميا، وهذا نتيجه البكتيريا البروتينستيك جرام نيجاتيف اللي توصل الى الدم، وبالتالي تدخل في مجرى الدم وتسبب لي الانفكشن سايت مثل الكدني، ممكن ان تنصاب الويند اللانج وهكذا. بهذه الأمور أنا تقريبا وضحت لك أي الأعضاء الجسم ممكن أن تصاب بالانتيروبكتيريسي بشيء من الاختصار، إذن ممكن أن يصاب اللور سبايتري تراك، هذا طبعا 25%. اليو تي اي يمكن ان يصاب بالعائله المعويه، وخصوصا الشيشه كلها 25% ايضا. الاجهزه يعني او الانسجه الغضه خلينا نسميها 15% ممكن تصاب. الجاسترو تيستينال انفكشن وهو الجهاز اللي يضم لي المعده وما ضم من اجزاء 15%، وقد يكون الجهاز التكاثري أيضا 10%. أنا بهذه الملاحظات أنهيت المحاضرة، أرجو